ضروري جدا لأي شخص مصاب بمرض السكر إنه يعمل فحص بشكل يومي لقدمه، لأنه لو حتى لو حصل له مجرد خدش أو جرح بسيط ولو مفيش اهتمام أو عناية مناسبة للقدم، لا قدر الله ممكن الخدش ده يحصل فيه نوع من أنواع العدوى واللي ممكن تتنقل للقدم كلها، ولو معرفناش نسيطر عليها بسرعة ممكن تسبب في مشاكل أكبر. وأكيد كلنا سمعنا عن الخبر المؤسف اللي حصل مع الممثل شريف الدسوقي، وبسبب مرض السكر اللي عنده وبعد ما حصل له جرح في رجله الشمال كانت النتيجة ان اضطروا الاطباء لعمل عملية لبتر القدم. وعلشان الوقاية خير من العلاج، انصحك انك تعرف اكتر عن اهم 9 خطوات لفحص رجليك بشكل يومي وفي اقل من 5 دقايق بس. علشان كده خليك متابع معايا وما تنساش توصل نفس المعلومات المهمة دي لغيرك، وتعمل لايك وشير ومنشن على الفيسبوك، او كمان تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس لو كنت بتفرج على اليوتيوب عشان تتأكد ان يوصلك مني كل جديد. انا الدكتور حسن المصري، اخصائي رعاية وتثقيف مرضى السكر. لو ما قدرتش تسيطر على مستوى السكر في الدم، مع الوقت المستويات العالية هتسبب لك التهاب وتلف لأعصاب رجليك، وبالتالي مش هتحس برجليك كويس زي الاول. ولان الاحساس نعمة، ممكن مثلا ما تاخدش بالك من وجود اي جسم غريب في الجزمة بتاعتك، وده اللي ممكن يسبب لك في جرح من غير ما تحس. ولان كمان مرض السكر بيقلل من تدفق الدم للقدمين، فبيخلي عملية التئام الجروح او مقاومة اي عدوى صعبة. وعلشان الوقاية خير من العلاج، في 9 خطوات هتساعدك لفحص القدم بشكل يومي، وبكده هتقدر ان شاء الله تتجنب اي مشاكل تحصل لك في القدم. 1- هتفحص القدم بشكل يومي عشان تتأكد ان مفيهاش اي جروح او احمرار او سخونة او اي ورم او اي مشاكل في الضوافر، وتقدر تستخدم مراية عشان تقدر تشوف اسفل القدم كويس، او تقدر تطلب من اي فرد من افراد اسرتك بفحص رجليك، وطبعا هتتصل بطبيبك المعالج لو لاحظت اي شيء مش طبيعي. 2- هتحافظ على نظافة رجليك وتغسلها بشكل يومي، وتتأكد انك بتغسلها بمية فترة، واوعى تكون المية سخنة، وافتكر دايما تنشف رجليك كويس وخاصة بين الصوابع. 3- هتستخدم كريم مرطب بشكل يومي عشان تمنع الجلد الجاف من التشقق، بس لازم تتأكد الاول من الصيدلي او طبيبك المعالج ان نوعية الكريم ده تنفع مع مرضى السكر، وكمان بلاش تستخدمه بين الصوابع علشان الرطوبة الزيادة بين الصوابع ممكن تسبب لك عدوى فطرية. 4- اختار كويس جزمتك، فلازم دايما تلبس جزمة تكون مريحة ومش ضيقة ومناسبة ليك، بحيث يكون وزن جسمك متوزع بشكل متوازي على رجلك، لان لو زاد ضغط جسمك على منطقة معينة من رجلك هيسبب لك فيها قرحة. 5- البس دايما شراب نظيف ويكون جاف ومفهوش اي خياطة من جوه، وتعود دايما انك تغيره بشكل يومي. 6- اتأكد دايما قبل ما تلبس الجزمة بتاعتك ان مفيهاش اي جسم غريب. 7- اوعى تتمشى حافي ابدا، حتى لو كنت حابب تتمشى على الرمل على البحر، او حتى لو كنت قاعد في البيت، اتأكد دايما انك لابس جزمة او شبشب. 8- لو لقيت قلو، اوعى تستخدم اي موس حاد او مبرد لازالة الجلد الميت، واطلب دايما المساعدة من طبيبك المعالج. 9- هتقص ضوافرك بعناية شديدة جدا بشكل يكون مستقيم، واوعى تقصها بشكل تكون ضوافرك قصيرة جدا. ومن هنا جه الدور عليك انك تحافظ على اتباعك للخطوات دي، فاحمي نفسك وابدأ من النهاردة وافحص رجليك بشكل يومي، وياريك كمان تحمي غيرك وتوصل نفس المعلومات دي لأكبر عدد من الناس عن طريق عمل منشن وشير للفيديو ده، وكمان تعمل لايك ومتابعة وسبسكرايب.